شخت النوم؟ اي صح، نعملوا فطور الصباح توا. اي احب الغرطة. تحب الغرطة؟ اي احب هذا. دافيه شوي. احب بس يعني غرطة دافية. ها يا غرطة دافية مجهودي. لا لا دفيتها لك باه مجولي. تعشو نطيبو ونطيبو خبز بالسكر. حبس ما تحبش خبز بالسكر؟ مش ناخد 800 جرام سميد متوسط. باش نزيدو مغرفة ملح. لحظة مجود نحط لب وانتي صبيلي حطي. لا وباش نزيدو سكر. بالنسبة للسكر اللي منحبهاش حلوة باش يعمل 100 جرام. الكاس هذا يرفع 200 مللتر شطرو تقريبا ولا اقل شوية من شطرو 100 جرام. حط السكر اللي يحبها حلوة اكثر يعمل 150 جرام معناها كاس غير ربع. اللي يحبها مش حلوة برشا يعمل شطر الكاس. خلطي باه. توا ناخذو زيت دافي دافي سخون شوية. كاس 200 مللتر. انا بالعاني راني حطيت الكاس باش اللي ما عندوش فاز هكا تقيس لي. هاي راه من عزيزة تقيس كل شيء. تقيس الفارينة تقيس السمول تقيس الليكيد تعوض الميزان. رد بالي في هنا مجهودي تمسش وحدك بعضنا. شم في ريحة الزيت فيها حار؟ ريحة الزيت زيتونة فيها حار. الخبز المبسس هذايا ولا الحلو راني خديته من قناة وليد اللي فانا الطبخة. ما قلت لكم عادة بعد الريش بيستاش ناخذ من عنده برشا برشا وصفات. اللي يحب اكثر تفاصيل تلقاوه في قناته واضحة اكثر تفاصيله. توا نبسسوه بيدينا. علاش الكيك؟ علاش شبيك؟ علاش مسخت المغرفة؟ هكا مزحك المغرفة. ها تحبها نظيفة انت؟ اي انا مبايفة. توا مسخة شوف كلها مسخة. تو نغسلوها صايب. تو تفرج وتعلم انت باهي. نحب نختف توتوس. توتوس يا ولد. نحاول الزيت الكل يدخل في السميد. الزيت يجي ريحتو باهية بالخبز. ريحتو باهية بالخبز بالزيت. اي هكا
نشوف السكر صافا ولا لا باش نعرف نزيدو سكر ولا لا. صافا مجهود درجة البلاستيك بزيد قالت توا زي نحلوه هكا وبعدين نبداو نصبو شوية ماء دافي بشوية بشوية ماء دافي رد بالك تعجنش ما تعجنش لازم تعمل هكا بسويبعك هكا عم بسويبعك هكا هكا ونسقيه بشويه بشويه ولنا كما قاعدين تشوفوا قاعده نخف شويه ماء دافي ونصبها ونخلط بصوابعي مش بيدي معناها بالكفوف الكفوف ليه ما لازمش راهو يتعجن كيما الباتا بلي حسب ما فهمت على خاطر كان باش تعجنوا باش يخرج الجلوتين نتاعو باش تطلع لنا من بعد كي يابسه. السر نتاعو لازم تخلط هكا بالصوابع وتلم لمين العجنين نو 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 نو. وكيف العادة تلقاو المقادير واضحة ومفصلة في صندوق الوصفة. هاي توا نحاول نلمو هكا العجينة جوست بس صوابع يا مجدي يا مجدي ني 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 ياسين عرفتو الخبز اللي بالسكر اللي كلينا في زغوانة القطل اللي نحبو هذاك انا نحب ناكلو يا اخي ما خليتوش خاطر يعملوه كان في الصباح المرة الاخرى ما لقيناهوش يعملوش في العشية احنا مشينا في العشية مرة اخرى نزيدو في الماء خاطر هو عمل 230 انا باش نتبعو قد قد نزيدوها 30 شنو نقعدو بالحشمة كان نتفرج لما يندبو معانا لبز هكا وصل لبز شرايك في امك خربازة بلبازة ولا لا باش تشرب ياسين هي العجينة باش تولي باهية ودنا مانيش كيفا منجمش نتبعو عيني بالضبط راه بس عملتليش لا لا بلاش خميرة من بعد خبز من بعد انت عملت واحده
تحتاج عمل الماء وتخلص ما خلاص هذوما الكعبة اللولانين نتاع المبسس، بالطبيعة اجنبت لكل دورت عليهم لاربع عشيرات الحراف، معناها كيما شفتوا الغلظ نخليهم كيك حكاية واحد سنتي، نعملوهم هكا غلاظ بما يكفي، مش جويدين ياسر ومش خشين برشا باش يجيوا طريين من الداخل وفرد وقت ما يتحرقوش. وباش نكمل بقية الكعبات بنفس الطريقة، نطيب على الفاس الأولى ومن بعد نقلب على الفاس الثانية ومن بعد ندور على أربع أحراف باش نتأكدوا اللي طابت مشيرات الكل. وفرد وقت باش نكمل نحضر فطور الصباح، هنا مديت العظم باش نصمتو باش يبدا هكا فطور الصباح كامل متكامل عربي. نحكي لكم شعر الروائح اللذيذة والمبسس راهو، مش نسبق الاحداث، اصبروا اصبروا تشوفوا من بعد كيف باش نحل الكعبه. عملت 100 غرام سكر كهو بالعاني باش توا نرش عليها السكر. كتغيه من الداخل ظاهره بكري ذوقنا كعبة شيخنا عليها نواسين. نزيد عن ذوقتها بنينا على الأخر، هاني طرية أنا ظاهرة طرية ما يبستهاش. جات شي يبس الحمد لله. ماشا كل شيء تاني خاطر النقص حلو من الداخل راه مش حلو. Come on, don't
ونودكم ومنشهيكم ما شاء الله. فطور يعمل 66 كيف ما هوش فطور تاع كل يوم هذايا، وش خاص كان كل يوم هكا نفطروا. ما شاء الله خيرات الكل، الخبز المبسس، الرمان، الدقله بالزبده، زيت زيتونه، معجون الرمان اللي عملته بيديا، العسل ما عملتوش بيديا والزبده والزيتون. ما شاء الله ربي ديما علينا النعم الكل اللي نعرفوها واللي ما نعرفوهاش. ومره اخرى يعطيك الصحه وليد لي فن الطبخ دوبل في سافور بالفرنسي. بالحق هذه ثاني وصفه نجربها ومانيش مبطل على تجريب وصفاتك اللي تقول لي كوثر ستوبيزي ما شاء الله بالحق وصفاته واضحين، لا فيهم لا زيت لا نقص، اللي حاجتك بيه يعطيهولك. يعطيك الصحة وإن شاء الله ديما تودنا بوصفات مزيانة. لي كنت يا بدر سبتا حكر كنام انت هو كوثر مكريتك اني مي انت مكريتك ليه جيني بيتالك غادي نحيد الكاس الاخر نحيد الكاس بالمعجون معجون الرمان هذاك اللي عملته بنينة على الضخ، بالزيت زيتونة بنينة مش نرمى هذا عجيب في القرآن نعطاني شجرة كاملة نسمك لك عمال تعمل جيش تعمل جيش بدر هات هات شلاك تحب كل بنات لكسه ولا بنينك ها بنينك ها والزيتون بنين والخبز بنين والزيت بنين ماما ما شاء الله تشكر برشا بنين بدر بنين تفكير ما بنين قل يا مين كيفاش رايك في الخبز هذا اللي بسك بنيك هو بنين بالعسل والمعجون بالزبده حاطه بالعسل والمعجون بالزبده بنينه قل لي انت زاده ترى بنين بالزيت انت عجبك صحه نعرف طولت سامحوني اما بالحق الوصفه تستحق على الاخر واول مره راني نجربه هيك علاش تضربت فيها المبسس صغار شيخ وشيخ وعليه وكل يوم ماما عملنا المبسس عملنا المبسس ان شاء الله اكيد تو نعاود نجربوه لهم برشا مرات وننصحكم اللي عمره ما جربوا فرصه باش تجربوه سهل على الاخر ما في حتى شيء وتو باش نمشي ولا هالتركينه هذيا واش مخبيه المقطع هذيا راهو مصور من بعد العطله ديريكت من اول ما رجعنا من القلعه وقتها انا جبت حاجات جبت سميد جبت فارينة ماما كيف كيف جابت زادة هي عباية سميد وسكر منسوسة ما شاء الله معناها تلموا برشا حاجات والدنيا دخلت بعضها دونك قررت باش نفرغ كل شيء وننظمه من الطرف للطرف شكون هذية فقت بيهم الكعبات وحيد كعبات واحدة ليك واحدة المجهود هي مجهود خوذة وكل عادة نظمت كل حاجة وحدها سميد وحده بأنواعه المتوسط والرقيق السكر كيف كيف السكر العادي السكر المحاور الكريم شانتي حتى التاي حطيته معها ما عادي تابع سكر التاي الكسكسي زده كيف كيف بأنواعه الفارينة فارينة البيتزا موجودة بكثرة راهي على الأخر وفما زاد الفارينة العادية المقارونة والروز زاد معاها تلقاه مثال والشربة والمحمصة المزلوقة سطولي على المزلوقة ماما ما تحب كان المزلوقة حطيت معناها الفازات ثم الكل هكا مع بعضهم ونظمت هذيك الطاقة الفوقاني باش نزيدو هذوما نتاع الخميرة خميرة الخبز خميرة الجاتو كل حطيتهم كيكة مع بعضهم باش ما يدخلوش بعضهم وكتبت عليهم بالعاني خاطر باش ماما ما تقعدش تقول يا كوثر وينك الحاجة وانا نقولها ورا الباب وهي تقعد تلوش ساعة انا هكا واضحين خير نمشي توا للطاقة الثانية هذيا طاق مرعب على الاخر شنو نفرغ الدبابس الكل شوف هكا
في لحظة يفرغوا ما شاء الله محلية هكا الحياة حلوة ديريك تتحطوا على الطاولة ما شاء الله هنا الغلال أنواع الكل محطوطة في الدبابس. إيني راني نكره حاجة اسمها ساشيات، ما نتيقش نرى البلاصة ذيك فيها ساشي، حبش هاي ساشي فيها درشنية وساشي أخرى فيها درشنية، راني نهبل. وعرفتوا كيما قلت لكم يعني جبنا معنا قضيت دونك كل برشا حاجات مازالوا في ساشياتهم هكا هاو. دونك فرغت في الدبابس وكل حاجه معناها كيما تشوفوا المحمص مع بعضه، ترونجيه كنت مقسمتها في دبابس اخرين تصبر اكثر معناها كي نخبيها في دبابس البلار، حطيتها كيما شفتوا في الدبوسه هذيك الكبيره بحذايا اكوتي. سميت زادا ذي محلول، المحلولين الكل حطيتهم في دبابس، واللي بقالي هكا فويض الصغيرين لميتهم كلهم مع بعضهم وحطيتهم في بلاصة وحدهم زادا. المهم الأغلبية الكل في دبابس، والروز الأحمر ذي تتفكروا الباكو الأحمر ماما تلقى عندها في سوسة باكم مضرق من وقت اللي كان الرز موجود. هذه مبدئيا كيفاش نظمت الطاق، مازلت ما كملتش، جوست حطيت الحاجات الظاهرين زوزتي قانا ذوكا، مش لازم راهو نعملو كل شيء فرد نهار باش نكمل البقية في الفيديو الجاي. ونمشي بتاول العشاء، واش باش نطيب عشاء، ايش باش نطيب. اي تفكرت عندي قرنيطه مازلت مخبيه في الفريجيدير، مديتها حطيت شويه زيت نباتي دوبا هكا قليتها، يمكن حكيت درجين ربع ساعه هكا، عينك ميزانك راهي في ساعه في ساعه تتقلى. هذه طريقه تستعملها ماما ما نعرفش علاش وما نعرفش وقتاش، اما نتفكر هيك تبدا تزرب تستعملها. قليتها على جنب كيك على روحها، وخذيت طنجرتي حطيت فيها الزيت وحطيت الطماطم المعجونة اللي مصبرتها معاكم في فيديو من الفيديوهات. وبعد ما تقليتها كقرنيتي مخليهاش تتقلى برشا برشا معناها ما نفوتش ربع ساعة على نار هادية، وبعد نهزها نرميها في الصوص نتاعي خليتها تقليت شوية ونمرقها بماء سخون طريف كيما شفتوا ما تستحقش برشا المقارونة، وراس ثوم زادة كيف كيف مفروم، وشوية ملح فلفل أكحل فلفل أحمر وتابل هكا شوية شوية معناها مغرفة صغيرة من كل حاجة، وفلفل لازم الفلفل هذايا الأحمر الشايح يفوح برشا المقارونة. وكيما لاحظتوا ما حطيتش حتى طماطم معجونة نتاع الحانوت هنا، هكا حبيت نجرب زعما شتعطي كم مقارونة بالطماطم هذيك اللي محضرتها في الدار. وفرد مرة زيدة حبيت نجرب المقارونة اللي بالقمح هاكم تراو فيها كيف اني غامقة، خذيت شطر الباك وقمح وشطر الباك ومقارونة عادية. هو فوميورا اذا باش تجربها اول مرة لصغارك ما تعملش بالشطر، اعمل حتى بالربع مثلا ربع الكمية قمح وثلاثة ارباع عادي باش ما يتصدموش بالقوة من اول مرة. وفوحت بالملح كيما العادة، لهنا زدت كزوز قرون فلفل أخضر في الأخر بالكل باش يخرجوا ريحتهم البنينة، وما ننساوش الرند. ما شاء الله يا حوادي يا حوادي. ونودكم منشي هيكم يا جماعة، الصوص هذيك طيبة في فخار سجنين بالحق. حاجة أخرى توب توب توب، وزيت الطماطم المعجون اللي في الدار بالحق ننصحكم به، فين تلقاو طماطم رخيصة سهل على الاخر الطريقة شاركتها معاكم يلزمكم تجربوها. حاجة أخرى معني بالحق حاجة أخرى نعرفش طماطم نشريو فيها هذيك شنو فيها. المهم يا سيدك شخشختها بالصوص وقرينات الفلفل المقليين لازمين، وما نحكي لكمش على البنة اني وبدر شيخنا 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 على البنة. اما الحقيقة الصغار امين قبلها المقارونة القمح، اما ياسين لا ما حبهاش كلا صحنه الكل، و اما ما حبش القون تاع القمح بطبيعته هو ياسين ما يحبوش راهو حتى خبز القمح ما يحبوش.
ماجد الغلا بالسيف باش وكلني ما طاقش ما طاقش جمله. دونك كيما قلت لكم اذا تحبوا تدخلوا المقرونه القمح في الميكلة دخلها بشويه معني ربعه ولا حتى خمس بشويه بشويه باش تفهم صغارك يتعودوا عليها من غير ما يفيقوا. كيف كيف المقطع ذي زاد مصور من قبل العطلة أصلا، أما حبيتك أو لم كل شيء وإن شاء الله عجبوكم الزوز مكليت اللي مبسس لازم تجربوه، والمقارونة اللي مش لازم أنا على كيفكم. كل عادة نحب نشارك معكم الأكثرية الحقيقة الفترة هذه تطيب وماكلة ما تفدوش بركة. وتم بخليكم باش نقولكم شكرا على المتابعة، بسلامة إلى اللقاء.